يعطيكم ألف عافية عربود، لأنه دائما أنتوا بتشاركونا بأعمالنا. بيبي بيبي ولا شو هي؟ شفتها نسر. شو هي؟ بوبو بوبو. أنا بقول لها حياتي. هيدي الأجواء الرومانسية يلي عشناها مع الفنان وائل جسار وزوجته ميراي انتقلت للوكيشن تصوير كليبه الجديد. عم نصور كليب لأغنية جديدة بعنوان كل وعد، أغنية مصرية رومانسية كتير حلوة، إن شاء الله بتنال أعجاب الناس طبعا. والمفاجأة الأهم هي إنه وجود مدامتي بالتصوير. هولك أو فيهولك ما تخافيش، كل حلم هيجي وقته وبأوانه ما تقلقيش. هيدي الفكرة كانت من زمان موجودة عندي وعندها، ولكن ما كنا نلاقي الأغنية المناسبة اللي بتليق فيه بتليق بالشيء اللي مرقنا فيه بالحياة. حاضرين مود بورد كتير حلو، كتير مرتب وكتير لابق للغنية اللي طالعة. It's a very romantic song. السونغ هي موجهة لمرته ميراي، وميراي أول مرة حتكون معه عم بتمثل بالميوزيك فيديو، لأنه السونغ ديديكيتد إلها، الغنية ديديكيتد إلها. وهعمل أكتر من اللي عملته، أنت نفسك كنت حلم يوم حلمته، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلته. استغلينا وجود وائل وزوجته ميراي بنفس الكليب لنعرف منهم شو هي قصته. تفضلي مدام. الفكرة بدنا نوصل شيء للناس، ورح يوصل أكيد إيزي، لأنه بالنتيجة أنا وياه عم نمثل سوا. وموضوع الأغنية موضوعها كتير قريب من الشيء اللي صار بيني وبينها بالحياة، فإن شاء الله تكون هالرسالة يعني إذا بدك توصل صح للناس، وبنفس الوقت يتعلموا منها إذا بدك. يوعدين إن أنت تبقي زي ظلي ما تبعديش، كل صعب علي عدى وانت جنبي ما هزينيش، الوحيدة اللي في حياتي تفهميني. ويبدو انه الاجواء الرومانسية يلي عم نشوفها بالكليب منا تمثيلية، لانه هيك علاقتهم بالحقيقة. وائل وميراي عن جد بتحسون كابل جولز، يعني قدوا كل شيء، قطعوا بكل مراحل حياتهم سوا، يعني كانت دايما سنده. وانت زي ما كنت واقفة في ظهري سندة، هتسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته. بس يا ترى ليش ما عم نشوف هالاجواء الرومانسية على السوشيال ميديا؟ هيدا شيء شخصي، هيدا شيء بيني وبين مدامتي. نحن ما منحب كتير انه والله نفرج الناس انه نعم غرام وانتقام، يعني بالنهاية هذا شيء بيني وبينه. بنتي ايه شوي شوي على السوشيال ميديا اكتف اكثر، وهي بتحب يعني، وبالنهاية يعني انا ما بقلها انه بابي مش لازم كتير، يعني بتركها على راحتها، وهي الحمد لله يعني في ليميت معين. بعد وائل عن السوشيال ميديا ممكن يعود للشائعات الكتيرة يلي انتشرت مؤخرا عن وجود خلافات مع زملائه بالوسط الفني. انا المشاغب اعوذ بالله. بالعكس يعني اكثر صديق لي هو صابر الرباعي. بالعكس هذا الانسان الادمي الابن بيت، وبتربطني علاقة فيه كتير طيبة، ومع حتى إدارة أعماله يلي هو الصديق الغالي علي المولى أبو سمير، وسمير ابنه بتربطني علاقة رائعة فيه. فنحن أهل ونحن عائلة واحدة بنعتبر حالنا. اللي نحكى عار عن الصحة جملة وتفصيلة. والله ما في خلاف، بالعكس أحلام إنسانة يمكن عفوية اللي بقلبها على راس لسانها، بس ما عندها لا بغض ولا حقد على حدا. ومؤخرا عم يحكوني بمقابلة معها يعني. انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت
وانت زي ما كنتي واقفه في ظهري سنده.